من الكلمات الخاطئة المشهورة عند الناس أن الثقة إذا راحت ما تعود، والقلب إذا انكسر لا يجبر. هذه الكلمات كلها خاطئة. رب محبة جاءت بعد عداوة يا جماعة. سحرة فرعون يقولون بعزة فرعون، وبعد شوية آمنوا بالله العظيم. فالقلوب تتغير. ما في شيء اسمه والله الثقة ما تعود وعلى مشكلة خلاص نفصل كل شيء، لا. المهم حتى تعود الثقة لابد أن نسلك الأسباب الصحيحة. حتى تعود الثقة لابد إذن من الصدق في التصحيح، عشان الطرف الثاني يشوفني فعلا أني أنا صادق في التصحيح. والأمر الثاني حتى تعود الثقة لابد في البداية أني أدفع ضريبة الخطأ، أصبر شويشة بالتدريج إلى أن يتواكب معي الطرف الثاني في إرجاع الثقة. أيضا الطرف الثاني بحاجة أنه يكون صادق في قبول عذر الطرف المخطئ، وإلا في عمرنا بهذه الطريقة ما بنتصافى وبتنتهي علاقتنا.